إلى جانب ذلك فإنه في لبنان، لبنان إضرام النار في مكتب الأمم المتحدة في لبنان. هذا هو ما حذر منه الرئيس دائما، ما حذرت منه مصر دائما. الموقف سوف يزيد احتقانا، المسألة سوف تزيد خطورة، سوف تدخل أطراف كثيرة في هذا الصراع. بالتأكيد متوقع، بالتأكيد عارفين إنه كان هيجرى حاجة زي كده، ويمكن يجرى ما هو أصعب، أفظع، أكبر، أشنع وما إلى ذلك.